فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. مرحبا بكم في التغطية المتواصلة لمنافسات البريمير ليج الذي يبدو فيه الطريق مفروشا لليفربول من اجل تحقيق لقب استثنائي والوصول الى بطولة الدوري قبل نهايته بواحد او بسبع جولات بحكم الفارق الكبير الذي يفصل عن صاحب المركز الثاني ومانشستر سيتي قبل لقائهم المنتظر ايضا على مستوى المنافسة خلال اسابيع قادمة بخطى ثابتة وبانتصارات متتالية. ومدرب الذي بدأ بشكل مميز جدا مع فريق وات ويل هيوز، وفي المقدمة ديكوري كرة بمحاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء وروبرتو فيرمينيو، هذه الأسماء الحاضرة في مباراة اليوم خلالها العديد والعديد من الأرقام خمسة مواسم متتالية. كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء عودة للأهداف في بطولة الدوري في هذا الموسم، في هذا الموسم أرنولد عنده 12 تمريرة حاسمة لا يتفوق عليه إلا ملك الاسيست. والحديث عن كيفن دي بروين ابرز الاسماء التي سجلت حضورها في هذا الاسبوع. ساخو، بورتو مورينو، لوكاس ليفا يلعبها في الجهه اليسرى، ديلفو 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 يسدد. خطيره المحاوله الاولى والتهديد الاول ياتي من اصحاب الدار، من اصحاب البول. ديني اماميه ملعوبه المحاوله خطيره لمصلحه اصحاب الدار. في هذا الموسم ادار خمس مباريات للريدز ليفربول. مين كان حكم مانشستر يونايتد وليفربول يبحث عن مواصله ارقامه المتميزه. طالت الكره، كره من امامه عادت باقدام محمد صلاح، لا زالت في ارضيه الملعب بالكامل. اللاعب الذي يظهر بشكل مستمر ايضا خلال الفتره ان يكون بمباريات اكثر مما كان عليه الوضع في الموسم الماضي. وصلت الى ديلوفو يبحث عن ارضيه داخل منطقه الجزاء، خطيره الكره الماضيه اصطدمت الى خارج ارضيه الملعب. كره خطيره جدا لمصلحة واتفورد والتصدي ياتي عن طريق القائد. نسبة الى محاولة ملعوبة من ركنية راسية وابعاد في المرة الاولى. مينو من الجهة اليمنى يبحث عن الانطلاقة، يمرر الكرة وصلت الى ساديو مانو، حاولت يسقط لاعبو ليفربول المرة الثانية باتجاه الريتس ليفربول. تخيل بعد كل هذا، بعد كل هذا يظهر وحسم البطولة قبل موعدها المحدد بسبعة أسابيع من في ديسمبر الماضي. كرة لمحاولة مرور داخل منطقة الجزاء، ملعوبة الكرة الماضية تغطية وإبعاد، يلفوا بالخطأ، وصلت إلى تشامبرلين أمامية داخل منطقة الجزاء، وكرة بعد ذلك وتسديدة من محمد صلاح لكن إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة ركنية، وصلت إلى ركلة مرمى، الى ركله مرمى هذه منطقه الجزاء. لوفرين في التوقيت المناسب يبعد الكره الان داخل منطقه الجزاء، ابعدت الكره والمحاوله الماضيه في الدقيقه رقم 23. التعادل السلبي لا زال مستمر، كره بمحاوله اماميه ملعوبه طالت على روبرتسون الى الماضي في شباك نيوكاسل يونايتد، وقبل ذلك سجل هدفين ايضا في الموسم قبل الماضي، قبل ذلك هدفين. يسرى ادم مسينا، سينا الى ديلوفو، ديلوفو الى محاوله وتسديده الى خارج ارضيه الملعب، الى خارج ارضيه الملعب، ركله مرمى عند الحارس البرازيلي اليسون. هذا ديان لوفرين 25 دقيقه 10 سجل هدف الانتصار، يبحث عن هدف الان. كره لمحاوله ملعوبه اماميه ملعوبه الان راسيه من الكسندر ارنولد في اطار منافسات دوري انجلترا هنا من خلال بشكل مميز جدا، ويقول بان احد ابرز نقاط القوه غيابات. كره المحاوله مرتده، عبد الله دوكوري لم تكن بالشكل دوليين مع منتخب بلادهم، نتحدث في جانب فيما يخص القاره الافريقيه والمنتخب. تغطيه وابعاد عادت مره اخرى براسيه عن طريق ديني، وصلت الى فيرجيل فان دايك، سقوط في ارضيه الميدان. حكم المواجهه يعلن استمراريه اللعب، لا وجود الخطا، لكن الان يقوم باستدعاء اخصائي العلاج من اجل الاطمئنان على حالتي. احداث هذه المواجهه الاسباني اللي كما ذكرت مسجل الجوله التي بدأوا 30 كريستال بالاس 36 نقطة، كلها هذه في هذا الموسم. اللاعب اللي هو روبرتو بيريرا، كرة بمحاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، أبعدت في التوقيت المناسب إلى خفرن، إلى
الجهة اليمنى بأقدام أليكسان خلالي دقائق شوط المباراة الأول، لكن هل تستمر؟ وفي تاريخ مواجهات الفريقين كما ذكرت 25 مباراة وهو أحد الأندية العريقة بكل تأكيد في كرة القدم الإنجليزية. كرة من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء، أبعدت من أمامه، تحولت إلى خارج أرضية الميدان، ركلة ركنية، أرد الآن يسقط في أرضية الملعب، ما أدري حاط هاشتاج على رجله ولا فذ الركلة الركنية ولم يعد إلى مكانه، عرضية داخل المنطقة رأسية تأتي، رؤية موجودة والتسلل على ساديو ماني، وتدخل مع فينالدوم، يأتي قرار حكم المباراة، هنا التدخل يستحق الأصلي أو أقل من دقيقتين، كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، طالت على ويست هام يعني الجولة بأقدام فيرجيل فان دايك يلعبها إلى تشامبرلين تسديدة روبرتسون يبحث عن الانطلاق، لكن كيكو المقدمة على مستوى رقم كبير جدا 64 من أصل 64، كرة بمحاولة هو روبرتسون، كرة ملعوبة أمامية تغطية وإبعاد عدد انطلاقة تأتي الآن من أوكسلان، أوكسلان تشامبرلين أبعدت الكرة بالاستمرارية، محاولة تعود مرة أخرى، واحد من أقل أشواط ليفربول في هذا الموسم وواحد من الأشواط الجيدة التي يقدمها واتفورد أيضا، ديني ديني أليسون ديني 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 أوه لا 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 في اللحظات الأخيرة في اللحظات الأخيرة ديني كاد أن يستغل خطأ للبرازيلي أليسون، هذه الكرة هذه المحاولة هنا المطالبة في المرة من الموسم بالنسبة لفريق ليفربول محليا أمام فريق إيفرتون، إذن هذه المباريات الخمس اللي راح تكثر بالأداء، مطلب ليفربول قد يتعرض الأول، كرة ملعوبة خطيرة جدا خطيرة جدا، والتسديدة من إسماعيل لسار، سار يوجه التحية لحارس المرمى أليسون على أصحاب الدار، عرضية داخل منطقة الجزاء، هنالك فائدها من خلال شوط المباراة الثاني بالنسبة لليفربول. ساديو ماني محاولة فينالدوم وصلت إلى ألكسندر أرنولد، أرنولد أر تصل إلى ديان لوفرين، محاولة ملعوبة أمامية إلى روبرت، ينطلق روبرتسون، عرضية في منطقة الجزاء، كرة تصل إلى محمد صلاح، تسديدة تأتي لكن اصطدمت يبدو في كاتكات، اصطدمت في كات كيلو، كرة ملعوبة في الجهة اليمنى وصلت إلى ألكسندر، ينتظر ألكسندر أو روبرتسون البحث عن العرضية، تأتي العرضية داخل منطقة، عرضيات في ملعب الفريق الخصم، هم ظهيري ليفربول في ملعب الفريق الآخر، كرة بمحاولة ملعوبة رأسية من ألكسندر أرنولد، منطقة الجزاء رأسية وإبعاد لا زالت مستمرة، صلاح هو من يصنع للظهير، روبرتسون يسدد بالقدم اليسرى لكن حارس المرمى بين فوستر يتصدى للمحاولة الماضية لتعود الشد يزري الفريق، محاولة الوصول، كرة بمحاولة وصل 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 أخيرا إسماعيل لسار، إسماعيل لسار يسجل ويأتي بالخبر السار، يأتي بالخبر السار هنا في ملعب ذا فيك، قلت في لحظات وصلت فيها الجماهير الهتاف، رسمت الفرحة الآن على شفاه المدرج في الفيكرج رود، كرة بمحاولة في الجهة اليمنى الآن، تقدم يأتي، سقوط في أرضية الميدان، ونجح اليوم في تسجيل رابع أهدافي هنا في هذا اللقاء، أشعر أن ناجل بيرسون الآن تحت ضغط كبير لهدف آخر، ضربة أخرى، عرضية رأسية تأتي إلى خارج ألكسندر أرنولد، عادت من جديد لمصلحة قلب دفاع الكرة، محاولة ملعوبة في الجهة اليسرى، عرضية داخل منطقة الجزاء، كاتكارت في المكان المناسب بعدها إلى خارج أرضية الملعب، لذلك في آخر فوز لواتفورد على حساب فريق ليفربول بثلاثية، أمامية ملعوبة إسماعيل سار 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 لا 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 سار سار مرة أخرى إسماعيل 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 سار انطلق وصل إلى المرمى سجل ثاني الأهداف وأعلن عن كرة أخرى في شباك ليفربول، هذه المحاولة هذه الكرة بالكعب من هيوز لا زالت في أرضية الملعب، انطلق إسماعيل سار سار أرضية الملعب، يبدو تشامبرلين، ننتظر لأحداث هذه المواجهة، كرة تصل إلى محاولة ملعوبة بأقدام آدم لالانا، صفرة موجودة وخطأ لمصلحة ثلاثي المقدمة، كرة بمحاولة ملعوبة أرنولد، أرنولد كاد أن يباغت حارس المرمى بين فوستر، إمري استبدل بأرتيتا
إيفرتون أقال البرتغالي ماركو سيلفا اليسرى عرضية داخل منطقة الجزاء الثالث يأتي لكن كرة الجزاء لم تصل بعد عادت بعد ذلك إلى كابوكا لانا الآن ملعوب الكرة يتركها ساديو ماني من جديد رأسية بعد ذلك عادت المحاولة من جديد لا 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 يسدد تصطدم في القائم تصل إلى خارج أرضية الملعب هذه الكرة والمحاولة الماضية وصلت عن طريق آدم لالانا وبالقدم اليسرى من أجل الهدف الثالث وصلت إلى إسماعيل السار ملعوبة خطيرة لا 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 هي للتاريخ هي للتاريخ آخر انتصاراتهم بالثلاثة واليوم يسجلون الثلاثة مرة أخرى دوري بلا خسارة بالثلاثة يبتعد عن ليفربول يسجل ديني يضع كرة في المرمى ثالث